لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، يقول لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة. لذلك قال من ربكم، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر أي بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي أي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، من عمي فإنما عماه مضرته عليه. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني لست أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين. وقد أديت وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك نصرف الآيات، من بداية هذه الآيات إلى قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، لا يوجد لها تفسير في الكتاب، فلعل الشيخ رحمه الله سهى عن تفسير هذه الآيات. قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، يقول وكما بينا وفصلنا الآيات في هذه السورة بأنه لا إله إلا الله، وأنه المستحق للعبادة دون سواه، فكذلك نوضح الآيات ونفسرها في كل موضع حتى يكون كل أمر في غاية الوضوح. ومع هذا البيان فإن المشركين يكذبون ويقولون إنك تعلمت يا محمد من أهل الكتاب، وليقولوا درست. وسوف نوضح الحق لقوم يعلمون ويعملون به.
وقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اتبع أيها الرسول ما أوحينا إليك من الكتاب والسنة واعمل به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه. واعلم أنه لا يستحق، واعلم أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله، فاعبده مخلصا له الدين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، أي وتبرأ منهم واحتمل أذاهم، فإن الله سيجعل لك العاقبة عليهم. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشرك المشركون، فله سبحانه المشيئة والحكمة فيما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما أنت أيها الرسول فما جعلناك حافظا لأقوالهم وأعمالهم، متابعا لهم بمراقبة ذلك، وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم، إنما عليك البلاغ فقط وحسابهم على الله. وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين. والمقصود بالسب هنا بيان بطلان اتخاذ هذه الأصنام آلهة. يقول وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، لما كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب رب العالمين، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم، يسبون الله إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. يقول وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. هذه الآيات قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، تعلمنا أن القرآن في ذاته بصائر يتبصر بها، يعرف بها الحق من الباطل، تبين الحق، تجعل الحق للقلب بمنزلة الشمس للأبصار. وذلك أن الإنسان إذا أحسن تدارس القرآن وتعلمه تبصر حقائق الدنيا والآخرة، وتعلم ما به النجاة في الدنيا والآخرة، وفيها أيضا إثبات القدر، لأن الله يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، فالله عز وجل قدر ما قدر من هداية وإضلال من شاء من الخلق، ولكن على الإنسان أن يأخذ بأسباب الهداية وأن يترك أسباب العمى، وذلك بالإعراض عن كتاب الله عز وجل الذي هو بمنزلة العمى الذي يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. وفيها أيضا أن الله عز وجل بين الآيات ووضحها للعباد، حتى إذا شاء الإنسان الهداية كان ذلك سهلا وفي متناول يده. وفيها كذلك ما ادعاه المشركون من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد درس ذلك على أيدي بعض الناس قبله وتعلم هذا الدين منه، وهذا كلام باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وإنما الذي علمه الوحي الله جل وعلا. وفيها كذلك الأمر باتباع الوحي والإعراض عما سواه، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فيها كذلك بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهي البلاغ، وليس بأنه يحفظ أعمال وأقوال العباد، وإنما هو مبلغ فقط صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك بيان قاعدة اعتبار المصالح والمفاسد. جاءت الشريعة بسد الذرائع، وهذه قاعدة مهمة عظيمة. فإذا كانت المصلحة التي تفعل يترتب عليها مفسدة أعظم، فإن تلك المصلحة تترك، كما في حديث من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما رواه الشيخان. وكما في حديث لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة، ولجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن سيترتب على ذلك مفسدة، مع كون ذلك شيء وأمر يحبه الله جل وعلا، ولكن تركه لأجل المفسدة. وهكذا ربما يكون تغيير بعض المنكرات والنهي عن بعض صور المنكر والظلم يؤدي إلى مفسدة أكبر، فلذلك يترك ويتحمل هذا الظلم القليل حتى لا يتسبب في إحداث ظلم أكثر أو منكر أعظم. وهذا قد جاء به شرع الله عز وجل، والكثير من الأدلة تدل على هذه القاعدة الشرعية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.